هعمل لكم كفته بالنعناع، ايه رايكم في الفكره دي؟ حلو قوي. ادي اللحمه فاهم، ونعناع ناشف، وبصل مبشور، وجوزة الطيب ادي، وملح وفلفل ادي الكفته. صوص بقى، الصوص بقى زيت زيتون، ثوم هايل، طماطم بيوريه هايل. بعدين بقى معايا نعناع بقى فريش، ايه نفرمه شويتين ثلاثه، وخل عنب احمر، وشويه جوزبره ناشفه، وشويه سكر، وطبعا ملح وفلفل، ها، وفلفل حار. دي الصوص بتاعته. تعالوا نعمل القصه دي بقى. نعمل ايه؟ اولا نعمل كده، نجيب بوله، اوكي، ونحط الكفته، او يعني نحط، هي لسه بقتش كفته، نحط اللحمه، جميل جمال، ونحط البصل، اوكي، ما تزودوش البصل قوي يعني، زي ما ايه شايفين كده القيمه دي يعني، ونص معلقه جوزة الطيب، اوكي، وايه بقى معلقه كده كبيره نعناع ناعم، كفايه كده، اوكي. تعالوا بقى ايه نحط شويه ملح، تعالوا نحط ايه شويه فلفل نونه، نونه نص معلقه صغيره، اوكي. يلا بينا بقى، يلا بينا يلا بينا يلا بينا يلا بينا، اوكي، هكذا هكذا. وانا دايما بحب لما اعمل الكفته كده اسيبها شويتين تتجانس كل حاجه كده مع بعضها شويتين ثلاثه، عايزين تسيبوها كده وبعدين تصبعوها برضو ممكن يعني، ها، لكن انا ما عنديش معنى خالص اصبعها الاول واسيبها شويتين ثلاثه في الثلاجه، اوكي. صبعنا يا عم وحطيناها في البتاع اهي، هنحطها كده ونطلع ايه نشوف بقيه حكايتنا ايه. اهو تمام تمام تمام. نعمل ايه بقى هنا؟ ولعه ولعه، شويه زيت الزيتون، واوعوا تقدحوه اهو، وادي كده جميل، وادي التوماتات معلقتين كبار كده من الثوم المفروم، اوكي كده بقى ايه، ما تسيبنوش ما تستنوش على الماده الدهنيه لما تتقدح وبعدين تحطوا الثوم المفروم بالذات. ليه؟ لان اول ما هتعمله كده، اول ما تحطوا الثوم هيتحرق لانه ناعم قوي، ها، والماده الدهنيه سخنه قوي فمش هيستحمل. لا طب فين بقى طعم الثوم؟ ما احنا كده حرقناه. حلو، اول بس ما يخش في الاصفرار قبل ما يقول انا ايه انا احمريت. جميل جمال. يلا بقى تشكشك كده بقى وتتسبك معانا مية مية. يلا شوية الكزبرة حلوين، فلفل حار حلوين، وناخد بقى ايه دول ونفرمهم. يلا كل ده يتقلب على بعضه قبل ما نحط الميه. شويه الملح بقى، وشويه فلفل كمان، ونبص هنا على الدنيا التانيه. وريني مش ميه قد ايه بقى؟ يعني 125 مللي مثلا، حاجه كده. هي الكوبايه 250 مللي، يعني نص كوبايه كوبايه حسب ما انتوا عايزين بقى كده. حلو، ونقلب. يلا نسيبها تسبك بقى. اخر حاجه السكر معلقه كبيره،
او معلقتين صغيرين. المعلقة الكبيرة فيها ثلاث معالق صغيرة، فانتوا لو هتحطوا الكمية يعني انتوا بقى بالنظر بقى، معلقة كبيرة على الكمية دي لا، معلقتين صغيرين احسن. حلو قوي. طيب انا عايز بقى الصوص ده، اللحمة دي تبقى مع الصوص ده، تيجوا نجرب؟ هنجرب. 2 4 لا مش هينفع على فكرة. يبقى ناخد كده، يبقى نعمل كده. بصوا بقى، وبعدين ناخد الكفتة دي نحطها هنا. يلا يا عم، انتوا لما تيجوا كده ايه، تمسكوا الكفتة يا وتلاقوها ماسكة نفسها كده، تبقى بدأت ايه تشمع بقى. اوكي، ده الوقت اللي تحطوها في الصوص. نعيش بقى كده ايه، ونغطيها ونرفع النار شويتين ثلاثة. هنحضر دلوقتي ايه، حدوتة الغرف. ايه بقى، وريني كده. غليت غليت. طيب خلاص، نقلب بقى كده، نقلب كده. الله الله. نفتح كده ونشوف. افتح يا سمسم، افتح يا سمسم. حلو يا سمسم كده، حلو كده يا سمسم.